السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الأردوينو. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نتحكم في الإضاءة الليد باستخدام شريحة البلوتوث ال HC05 في دايرة 5 فولت. النهاردة هنطور التطبيق ده وهنستخدمه في دايرة البيت بتاعتنا واللي هي 220 فولت، وتقدر تتحكم في أجهزة البيت عن بعد باستخدام البلوتوث، وده هيكون تمهيد لتطبيقات السمارت هوم. تعالوا نشوف بسرعة الأدوات المستخدمة. بجانب الأدوات بتاعت الدرس اللي فات رقم 9 وهي شريحة البلوتوث والأسلاك والأردوينو أونو، هنحتاج النهاردة بطل الحلقة بتاعنا وهو الريلي 10 أمبير. وطبعا هنا هيكون معانا طبعا ليد 220 فولت، أي لمبة ليد، وأسلاك ودويل وسوكت عشان نوصل الليد دي بالتيار ال 220 فولت. تعالوا بسرعة نشوف ونشرح فكرة عمل الريلي قبل التطبيق. الريلي ده هيكون هو الوسيط بتاعك ما بين الدايره ال 220 فولت ودايره الاردوينو اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي 5 فولت ماكسيمم. طيب هنا صوره مبسطه بتشرح ايه دور الريلي في دايره الاردوينو. هنا لو انت عندك ليد زي ما احنا كنا عارفين، الليد متوصله بطرفين كهرباء، لو انت جيت وصلت الطرفين الكهرباء في السوكت، الليد هيحصل لها ايه؟ هتنور في دايركت كارنت او كهرباء هتمشي على طول دايركت الليد. طيب لو انا عاوز اتحكم في الاون والاوف بتاع الليد دي، حاجه هنا لو انا قطعت الطرف من الاطراف بتاعه الليد ووصلتها بالريلي، الريلي ده عبارة عن ديفايس بياخد سيجنال من الاردوينو اون او اوف، يعني الاردوينو يطلع سيجنال يقول له وصل كهربا، روح جاي منور لي الليد، او الاردوينو يديله سيجنال اقفل الليد افتح الدايرة الكهربائية. طيب دي فكرة عمله بسيطة جدا. تعال نشوفه بالظبط نشرح ايه هو البنات بتاعته. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الريلي في 6 اطراف، طرف 3 اطراف من ناحية الخمسة فولت وثلاث اطراف من ناحية الميتين وعشرين فولت. ده الطرف، ده الجهة اللي انت هتوصل فيها الميتين وعشرين فولت، وده الطرف اللي انت هتوصله بالاردوين. لو جينا بصينا اول بين عندك مكتوب عليها سيجنال، دي هتاخد سيجنال من الاردوينو اون او اوف. بعديها عندك طرف الفولت 5 فولت هيتوصل مع ال 5 فولت اردوينو، والطرف الاخير مع الجراوند في الاردوينو. طيب ايه التلات اطراف من ناحية ال 220؟ انت طبعا 220 احنا اتفقنا هنا قلنا ان هو طرفين بس، طب ايه التالت ده؟ هو هنا دايما انت دايما بتوصل في الطرف اللي في النص ده اول حاجة. اما الطرف ده لو انت جيت وصلت ال 220 فولت في الطرف التاني، ده معناها ممكن يكون نورمال كلوزد. يعني ايه نورمال كلوزد؟ يعني انت اول الوضع بتاع الطبيعي بتاع الريلي ده ان التيار على طول متوصل باستمرار، ولما يجي سيجنال يقطع الكهرباء. طيب ولو انا شلت ووصلت في الطرف التاني، معناها ان لما السيجنال تيجي للريلي هيوصل لي تيار كهربائي لل 220 فولت. فانت طبعا دايما بتوصل اول طرف عندك في ال 220 وبتبتدي تجرب على حسب الابليكيشن بتاعك، هل انت عاوزه نورمال كلوزد او نورمال اوبن، وده هنشوفه في التطبيق بتاعنا. الحته اللي انا كنت عاوز انوه عليها المهمه، لما تيجي تشتري الريلي او تحطه في التطبيق بتاعك في ال 220 فولت، طبعا لازم نكون اخدين كل احتياطاتنا لان دي دايره 220 فولت. هتلاقي مكتوب عليه هنا الاعلى جهد يقدر يستخدمه، هنا مكتوب عليه مثلا 10 امبير 250 فولت، او يقدر يستحمل 10 امبير 125 فولت. ده معناها ايه؟ معناها ان انت لو انت حاصل ضرب ال 10 امبير في ال 250 فولت، معناها ان الريلي ده يقدر يستحمل لغايه 2500 واط، يعني تقدر توصل عليه جهاز بيشتغل بيسحب تيار كهربائي 2500. ما ينفعش تيجي مثلا تجيب الريلي ده وتوصله على ايه؟ على تكييف، تمام، لان حمل التكييف زي ما احنا عارفين بيسحب كهربا كتير، فلو سحب كهربا كتير ايه اللي هيحصل في الريلي ده؟ الامبير اللي هيعدي فيه هيتحرق ويعمل لك مشكله وتبقى خطر عندك في الدايره. فدي النقطه المهمه جدا، قبل ما نشتغل في دايره ال 220 فولت لازم نشوف ايه الاحمال اللي احنا هنشتغل عليها، وعلى اساسها بتبتدي تختار الريلي. يلا بينا بسرعه نروح نشوف ازاي هنوصل الريلي ده في الابلكيشن بتاعنا النهارده في دايره الاردوينو. زي ما تعودنا الاول هنراجع التوصيلات باستخدام برنامج فريتزنج.
واللي ما تابعناش هيلاقي طريقة تسطيب برنامج فريدزينج لرسم ومحاكاة الدوائر الكهربية في درس رقم 2، وهتلاقوا لينك أسفل الفيديو. دلوقتي لو جينا هنا بصينا على الوايرينج، زي ما اتفقنا قلنا هنا عندنا الريلي، قلنا طالع منه 3 أطراف، عندك طرف الجراوند اللي هو بالأسود، وطرف الريد اللي هو 5 فولت. طبعا هم متوصلين مع البلوتوث 5 فولت والجراوند، وطريقة توصيل برضو شريحة البلوتوث اللي ما تابعناش هلاقي فيديو رقم 9، هو هيلاقي اللينك أسفل الفيديو. طبعا فاحنا هنوصل الجراوند والفايف فولت مع بعض كومون، بعد كده هنوصلهم بالاردوينو بالخمسة فولت والجراوند. وفي هناخد انا هنا موصل السيجنال للريلي من بن رقم 13، طالع من 13 رايحة على الريلي، واخد طبعا الار اكس والتي اكس بتاعتي من الاردوينو بن رقم 3 و2، زي ما اتفقنا، ووصلتهم طبعا، عكست التوصيلة مع شريحة البلوتوث. وزي ما احنا برضو هنا شايفين عندك، ادي ده الطرف ال 220 فولت اللي داخل للليد، الطرف التاني لل 220 فولت، مجرد اللي انت بس بتقطعه وبتوصل منه طرفين للريلي، وبكده يبقى الريلي هو اللي هيتحكم في دايرة ال 220 فولت بناء على السيجنال اللي جاية من الاردوينو. تعال نشوف كده التوصيلة على الحقيقة، اهو هنا برضو زي ما انتوا شايفين عندك هنا ريلي، لو عملت زوم ان اهو هنا، ده الطرف ال 220 فولت، طرف رايح للليد عادي، والطرف التاني قطعته ووصلت منه طرف في نص الريلي، والطرف التاني زي ما اتفقنا كده نورمال اوبن، يعني لو جات له السيجنال هيوصل للدايرة الكهربائية، وبالتالي الليد هتنور. لو انا شلت الطرف ده وصلته في اخر الريلي، هتبقى الليد بالوضع ده هتبقى على طول اون او منورة، ولما يجي السيجنال من الاردوينو هتطفي. فدايما نبقى بخلي بالنا من النقطة دي، على حسب الريلي بتاعك بتجرب الاول انهي الطرف اللي هو نورمال كلوزد او نورمال اوبن. وهنا برضو زي ما اتفقنا عندك، ادي التلاتة سيجنال 5 فولت جراوند والسيجنال اللي هي جاية من الاردوينو رايحة على بن رقم 13. وهنا برضو التوصيلات بتاعة البلوتوث، شريحة البلوتوث زي ما اتفقنا، ادي الار اكس والتي اكس معمول لهم كروس في بين رقم 3 و2، وعندك برضو ادي الفايف فولت وادي الجراوند، الاتنين موصلين كومون مع الفايف فولت والجراوند بتاع الريلي. ادي الريلي عندك الوايت او الواير الابيض والاسود، الاتنين متوصلين مع الفايف فولت والجراوند الكومن. وبالشكل ده انت كده الدايرة بتاعتك سليمة. تعال نشوف بسرعة طريقة تحميل السوفت وير، وازاي نعمل الجرافيكس سكرين زي ما اتفقنا في برضو لينك الفيديو رقم 8، هتلاقوا اللينك بتاعه اسفل الفيديو. انا هنا زي ما قلنا هنروح على موقع ريموت اكس واي، بسرعة هنعمله مع بعض السوفت وير. انا عاوز اعمل سويتش، السويتش باجي اخده احطه، وقلنا بنيجي هنا اهم حاجة بتتأكد ان انت اول حاجة البن ما هتوصله بن رقم 13، وقلنا هنا هنغير مثلا شكله نخلي فيه كيرفيتشر، وقلنا مثلا هنخلي لونه مثلا اصفر بالشكل ده مثلا، وكلمة اون ممكن تغير اللون بتاعها عشان تبقى اوضح تخليها اسود. وقلنا هنيجي هنا هنحط ليبل، نسمي الاسم بتاع البوتون ده مثلا، هنسميه وايت ليد بالشكل ده. وقلنا هنا قبل ما اشتغل اتاكد من الكونفيجريشن بتاعي ان هو بلوتوث وشريحه الاردوينو وشريحه الاتش سي 05 اللي مختارينها اللي احنا شغالين عليها، قبل ما نحمل الكود بتاعنا على الاردوين. انا بكده بكل بساطة الكود بتاعي خلص. لو جيت هنا زي ما اتفقنا قلنا هنشوف السورس كود، ادي عندي كود، برضو اتفقنا في الحلقة رقم 8 ان لازم تكون الاول منزل اللايبراري قبل ما تعمل ابلود
الكود، وقلنا هنا هناخد الكود كوبي وبيست بالشكل ده. هنيجي نفتح السوفت وير اردوينو، وقلنا هنيجي نعمل كرييت نيو، وتيجي تختار كنترول في بحيث ان الكود بتاعك كله يبقى موجود، وتيجي تعمل ابلود مع الاردوينو. وانا بكده بالشكل ده كنت نهيت الحلقة بتاعتي، ويا رب اكون افدتكم. ولو شايفين ان المحتوى هادف في القناة ياريت تدعمونا بسبسكرايب ولايك وشير، وشكرا، واشوفكم الحلقة الجاية.